راح استخدم هذا بفوت، طبعا هذا مقشر ياباني مره يجنن، كيسه كذا تحطين تدخلين رجلك فيها وفيها احماض فواكه ومستخلصات طبيعيه. ايش تسوين فيها؟ تحطين رجلك فيها لمده ساعه او ساعتين على حسب رجلك تحتاج او ما تحتاج، يعني اللي فيهم تشققات كثير بالرجل يحطونها ساعتين، اللي ما فيهم كثير يحطوها ساعه. طبعا من 7 إلى 10 أيام رجلك تبدا تتقشر الين ما ترجع نفس رجل البيبي، عرفتوا؟ وفي معه اشياء كريمات وجل واشياء زي كذا، راح اعلمكم الحين كيف تستخدمونه. بس كذا يجي شكله، الطريقه هنا تلبسينها يجي معها لزقه تلزقينها، وبعد ما تخلص الجحاليل يس. يلا قوموا لموا الحوسه، قوموا قوم ساعدني، قوم ساعدني وانت ما غير تدور يمين ويسار، قوم قوم. بما اني خلصت مساج فخليني اتكلم لكم شوي عن بيبي فوت. طبعا هذا مثل ما قلت لكم مقشر بالرجل للرجل. ايش طريقة استخدامه؟ اول شيء تنقعون رجلكم لمدة 5 دقائق بموية دافية، بعدها تلبسون الشراب تقعدون ساعة الى ساعتين على حسب احتياج رجلك له. طيب بس تفسخينه تغسلين رجلك كويس بالموية والصابون، راح تبدأ رجلك تقشر من 2 إلى 3 أيام، راح تستمر الى 7 أيام أو 10 أيام بالتقشير. طبعا ما يصير انكم ترطبونها مرطب عادي، لازم ترطبونها بالجل حقها هذا، ترطبونها بالجل الخاص فيها هذا. طبعا هو يجي باكج كامل. طيب ايش السبب اللي يقولون لكم فيها لا تستخدمون اي كريمات ترطيب بالوقت اللي يصير فيه التقشير؟ لانه كريمات ترطيب لا راح تعيق عملية التقشير، هو الهدف انه الرجل تتقشر. طيب ليش يقولون استخدموا هذا الجل بالفترة هذه؟ لانه هذا راح يرطب الجلد وراح يساعد على انه يتقشر بشكل اسرع، وبنفس الوقت رجلك تكون رطبه وما تصير تضايقك او ناشفه، اوكي؟ هذا الجلد. طيب ايش السبب اللي يقولون لكم فيها لا تستخدمون اي كريمات ترطيب بالوقت اللي يصير فيه التقشير؟ لانه كريمات ترطيب لا راح تعيق عمليه التقشير، وهو الهدف انه الرجل تتقشر. طيب ليش يقولون استخدموا هذا الجلد بالفتره هذه؟ لانه هذا راح يرطب الجلد وراح يساعد على انه يتقشر بشكل اسرع، وبنفس الوقت رجلك تكون رطبه وما تصير تضايقك او ناشفه، اوكي؟ هذا الجلد. بعد من 7 إلى 10 أيام لما تخلص مرحله التقشير راح تستخدمين هذا البيبي فوت ثاني زي الشرابات بس ترطيب مكثف، راح تخليه لمده 15 دقيقه الى نص ساعه وبس كذا راح ترطبين رجلك. طبعا في اشياء كثير، في الوفيرا، في زيت الخروع، في اشياء كثير مره، طالع الاشياء اللي فيها كلها الفوائد اللي فيها. والخطوه الاخيره هذا كريم ترطيب بيبي فوت. طبعا هذا الكريم خلاص تصيرين تستخدمينه عادي، لو سنه لو سنتين لو طول عمرك تستخدمينه، هذا راح يحافظ على ترطيب الرجلين، خلاص انت شلتي كل الجلد الميت والبلاوي اللي كانت فيه، وهذا راح يحافظ لك على انه يخلي جلدك دائما رطب، يحافظ على الاشياء اللي سويتيها كلها، ويعني مرطب للرجل بشكل عام. تقدرين تستخدمينه بشكل يومي، يفضل انك تستخدمينه مرتين في اليوم صبح وليل وبس. Fucking hate this city, man. Everybody's on some shit. All the girls are so